هيدا الضبع اللي عم بتشوفوه صار عمره فوق ال 15 سنة وهلأ عم بيلفظ أنفاسه الأخيرة، وكرمال تحافظ عليه قررت بلش بالتحنيط. من بعد ما فرغت الجلد عن اللحم ودبغته، لبست راس الضبع على القالب اللي سبق وحضرته مع الفك، وهلأ عم بوضع اللمسات الأخيرة. ما ننسى إنه الضبع هو حيوان خجول وما بيأذي على عكس ما بتقول الخرافات، وحمايته واجب علينا لأنه بحافظ على النظام البيئي وتوازن الحياة البرية. وإذا شفتوه قريب من البيوت ما تأذوه لأنه بيكون عم بياكل من النفايات، فهو ملقب بعامل النظافة. خلينا نحمي سوا هالمخلوق الجميل.